إلى إندونيسيا والخطوة الكبيرة التي تتخذها بعد سنوات عديدة من المناقشات. تبدأ هذا الأسبوع عملية نقل عاصمتها من جاكرتا إلى مدينة نوسانتارا في جزيرة بورنيو. قرار نقل العاصمة يأتي لمواجهة مشكلات الغرق بالعاصمة الحالية والتي يصفها بعض الخبراء بأنها أسرع مدينة عملاقة غارقة في العالم. صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن اختيار أرض غابات في جزيرة اشتهرت بقردة إنسان الغاب أكثر من سن القوانين أو سن القوانين مكاناً غريباً لبناء عاصمة جديدة. لكن بالنسبة لإندونيسيا، تفوقت الطبيعة البدائية لنوسانتارا على جاذبية عاصمتها الجديدة جاكرتا المهددة دوماً بالغرق. وكانت جاكرتا الواقعة على جزيرة جاوا عاصمة البلاد منذ إعلان إندونيسيا الاستقلال عن هولندا في عام 1945. لكن العاصمة جاكرتا تغرق بسرعة وسط توقعات للخبراء بأن تصبح أجزاء من المدينة الكبرى غير صالحة للسكن وأنها تتعرض للفيضانات بشكل متكرر، حتى هذا الأمر سيستمر لعام 2030.